اوكي يا شباب، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الشابتر الاخير اللي هو عندنا الكونتنت الموجود عندنا هو الورك، وبعد كده هنتكلم عن الانرجي، وبعد كده في الاخر هنتكلم عن اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. حلو كده، وده هو الجزء بس اللي فاضل لنا، هو جزء بسيط يعني بامر الله. فالنهارده هنتكلم عن اول ليسون خالص معانا اللي هو الورك. هو ميس يعني ايه وارك، وهو ايه الفرق ما بين الوارك ما بين الفورس ما بين الانرجي، يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني حاجه ما حدش يقدر ينكرها يا شباب، ان انا ما اقدرش اقول ان انا بافكت بوارك او ان انا ادو وارك غير لما يكون عندي انرجي تو دو ذس وارك. اجين تاني يا ميس، تاني، ما اقدرش اقول ان انا عملت وارك من غير ما يكون عندي انرجي كان اكزيرتد تو دو ذس وارك. يعني ما ينفعش ان انا اعمل شغل معين من غير ما يكون عندي الطاقة اللي تمكنني من بذل الشغل ده. حلو الكلام ده كده؟ طيب الانرجي has many forms، زي ما احنا عارفين بقى، احنا عندنا forms كتير قوي، عندنا thermal energy، عندنا electrical energy، عندنا kinetic energy، potential energy، magnetic energy، light energy، sound energy and so on، radiant energy وهكذا. طيب لكن ايه هي الانرجي دي بقى؟ الانرجي او ايه هي علاقة الانرجي بالورك ده، الورك اللي بيتعمل؟ فبنقول the meaning of work in physics is different from معناه اللي احنا متعودين عليه كل يوم، اللي هو I مثلا have work، I have work، I have work. هنا الورك قصدي في الفيزيكس لا، بنختلف شوية. حلو كده؟ طيب معنى كده ان انا عشان اقول ان انا عملت work محتاجة two conditions او two parameters مهمين جدا جدا عندي، اللي هم ايه يا مس؟ applying a force to the body، يعني في force can be exerted عشان اقدر اقول ان في work done. الحاجة التانية moving the body for some displacement. انت قصدك ايه يا تيتشر؟ انا قصدي انه طول ما انت بت exert force معينة، مهما كانت ال value بتاع ال force دي قد ايه كبيرة، ولكن you can't make a distance، يعني انت ما قدرتش تعمل motion او ما قدرتش تعمل transferring لل object ده من place to another place، اتأكد ان كده ما فيش work. يعني ايه يا ميس؟ يعني ال work هنا equal to zero. again، يعني انا دلوقتي بعمل force وفي value لل force، يعني ال force not equal to zero، وعندي كمان ال displacement، وانا قلت ان هما two parameters بقى، يعني هما two terms، هما مش يعني ال work مش عبارة عن force بس، كمان لازم يكون في distance. يعني دلوقتي لو انا I can lift my pen مثلا for a certain distance، اعرفوا ان انا كده عملت work. لكن انا لو ما قدرتش ابوش وول فور يعني فيو سنتيمترز، لا ده كده الورك هنا ايكوال زيرو. ليه يا تيتشر؟ طب ما انا عندي فاليو للفورس ده حقيقي، لكن انا لما جيت اعمل لها تايم از ديسبيسمنت او تايم از ديستنس، لقيته في الاخر ان المالتيبليكيشن او البرودكت في الاخر طلع لي بكام؟ بزيرو. لحد النقطه دي في حد متلخبط في حاجه او في حد مش فاهم حاجه؟ ها يا شباب، عمر انت فاتح المايك وانا مش سامعه. لا تمام كده، تمام. طيب من هنا طلعنا الماثيماتيكال فورميولا او الماثيماتيكال لو للورك، الورك ايكوال تو اف تايمز دي، يعني فورس تايمز ديسبيسمنت. بس خلي بالنا من حاجه مهمه قوي، ده انا لقيت يا مس مش اف تايمز دي بس، ده اف فيكتور دوت دي فيكتور. فاكرين احنا من السمستر اللي فات يعني ايه فيكتور ويعني ايه دوت؟ ما قلتش يعني ايه تايمز. يبقى انا هنا كان عندي دوت برودكت او اللي هو السكيلر ايه برودكت، يبقى لازم افكها الاف دي كوزاين ثيتا. اجين اف دي كوزاين ثيتا، دلوقتي الورك ايكوال تو اف دي كوزاين ثيتا. طب الاف دي يا مس الورك، الفورس احنا عارفينها، والدي دي يا مس الديسبيسمنت احنا عارفينها، مين يا مس الثيتا؟ هي الانجل بتوين الدايركشن اوف اكتنج فورس والدايركشن اوف ديسبيسمنت. لحد النقطة دي أنا كده خلصت اللو. بننقل زي ما احنا متعودين، طالما أنا عرفت ماثيماتيكال ريليشن أو ماثيماتيكال لو أو لو، لازم أعرف الإيه الميجرنج يونت. تفتكروا كده الورك دي ميجرد باي إيه؟ هجيبها من البارامترز بتاعتها. يعني لو الورك هي عبارة عن اف تايمز دي، وكده كده الكوزاين ثيتا يونت ليس، يبقى أنا كده عندي نيوتن تايمز متر. حلو قوي. ممكن أقولها إن هي جول اللي هي الإيكويفالنت يونت، ممكن أقولها إن هي كيلو جرام تايمز متر سكوير بير سنتيمتر بير سكند سكوير. طيب
بحب قوي افكها للانترناشونال يونتس وابين الكيلو جرام وابين المتر وابين السكند ليه تيتشر، عشان بعد كده اعرف اجيب الدايمنشنال فورميولا، يعني الكيلو جرام اللي موجوده دي هفكها لايه؟ لام كابيتال اللي هي الماس، والمتر سكوير دي هفكها لايه؟ لال كابيتال اللي هي اللينس يعني سكوير بير سكند سكوير، اللي هي دي كانت الميجرنج يونت للفيزيكال كوانتيتي اللي اسمها تايم، يبقى هي كده ايه؟ تايمز تي كابيتال باور نيجاتيف 2 عشان هي في الايه؟ في الدينومينيتور. لحد كده في اي حاجه صعبه؟ انا كده لسه بقول بسم الله، لسه ما دخلتش في جزئيه المسائل مثلا. ها يا شباب، الجزء اللي فات مفهوم ولا في حاجة؟ رحمة تمام انت فتحتي تمام 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 خلي بالنا بقى من حاجة دلوقتي، ان الانجل كان بي افكت كمان على الفاليو بتاعت الوارك، مش بس الفورس ومش بس الايه الديسبليسمنت. ازاي ده يا تيتشر؟ يعني دلوقتي لو الزيتا ايكوال تو زيرو، يبقى الساين الكوزاين سيتا ايكوال تو كام؟ ايكوال تو 1. يبقى انا كده وصلت لحاله الايه؟ الماكسيموم، يعني الورك اللي انا هبذله هيكون ماكسيموم، يعني هبذل شغل كبير جدا عشان اقدر ابول البوكس الموجود ده في نفس الدايركشن بتاع الايه؟ الديسبليسمنت. حلو كده؟ طيب لو كانت يا تيتشر بانجل معينه زي مثلا اللي هي الباج اللي هو اللي بيشدها دي، يبقى انا كده هقول كوزاين الانجل، فهي هتقلل شويه من قيمه الورك، يعني من الاخر كده التعب اللي انا هتعبه في البولينج بتاعت الباك دي اكيد هيكون اقل من البولينج بتاع مين؟ بتاع البوكس اللي فات. طيب بالنسبه يا ميس، لو هي كانت زيرو، معنى كده انه طول ما البنت دي شايله اسمه الكونتينر اللي معاها ده او الميه اللي معاها دي، هي الوارب بالنسبه لها ايكوال تو زيرو. الله يا ميس، ما هي عم بتعمل ديسبيسمنت، هو فعلا بيتحرك، لكن الدايركشن بتوين الديسبيسمنت والفورس هنا هيكون كام؟ رايت انجل، يعني بيربنديكولر. حلو كده؟ وطالما هو بيربنديكولر يبقى كوزاين ال 90 بكام؟ بزيرو، يبقى الورك هنا كانها مش بتعمل اي شغل. خلاص؟ يعني مش حاسه بيه، لان هي كده كده ماشيه في نفس الدايركشن. طيب لو كانت بقى الانجل جريتر ذان ال 90، يعني كانت اوبتيوس انجل اصلا، طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الكوزاين دلوقتي هيكون بالنيجاتيف، فده مش بس انا مش حاسس بتعب، ده كمان هو كان بيسلايد اوفر السلايد اللي قدامي ده، ممكن يتزحلق كمان، خلاص هيوفر لي في مجهود اكبر. فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي؟ طيب ماشي. طب يا ميس لو الثيتا كانت ب 190، هنشوف الكوزاين بتاعت ال 190 بكام؟ المفروض هي بنيجاتيف 1، يبقى هي هتكون بنفس الفاليو، هي الماكسيمم برضو بس بالاوبوزيت دايركشن لكام؟ للثيتا ايكوال تو زيرو. هسيبكم تيست يور سيلف ده بسرعه حالا حالا، وتبعتوا لي الاجابه بتاعتكم دايركت مسج هنا على الزوم. تيست يور سيلف اللي هو الريكتانجل الاصفر اللي قدامكم بسرعه جدا. هقرا الكويستشن على ما انتم ما تبتدوا تحلوا، وتبعتوا لي في الشات على الزوم. Choose the correct answer. A satellite doesn't require any fuel to be consumed for orbiting the Earth because no work done on the satellite as the acting force on it is. لأنه كده الفورس هتكون، هل هي directed in the same direction of motion ولا directed in the opposite direction of motion ولا perpendicular to its motion ولا equal to zero؟ حلولي بسرعة جدا وبعتولي النمبر بتاع الانسر هنا. محدش بعت، انا قرأت السؤال وحليته وانتوا لسه. اوكي، لا يا عمر فكر تاني. تمام يا رحمة، انا شفت الإجابة على فكرة، تبعتيها كده مرتين. اجين يا عمر،
لا يا عمر برضو. بصي يا حبيبي، هو دلوقتي بيقولي نيو وورك بالرغم ان في فورس اكتنج على البادي ده، معنى كده ان انا عايزه كده يعني في فورس وفي ديسبيسمنت، معنى كده ان الكوزاين تيتا هي اللي هتكون ايكوال تو كام؟ ايكوال تو زيرو. امتى الكوزاين تيتا تكون ايكوال تو زيرو؟ لو كانت رايت انجل، يعني بيربنديكولار تو ايه؟ تو اتس موشن. لو مش فاهمها افتح المايك وقولي يا ميس فهميها لي. فاهمها لي. عينيا يا حبيبي، حاضر. دلوقتي يا ميس، امتى الورك يكون ايكوال تو زيرو؟ حاجه من الثلاثه، اللي هي ايه بقى يا ميس؟ حاجه من الثلاثه دي، يا اما انا بقول ان الفورس ايكوال تو زيرو، يا اما بقول ان الديسبيسمنت ايكوال تو زيرو، يا اما بقول ان الكوزاين ثيتا هي الايكوال تو زيرو. حلو كده. طب هل يا ميس الفورس هنا، هو قال لي نو فورس؟ لا، قال لي في فورس. طب هل يا ميس مفيش ديسبيسمنت؟ لا، قال لي انه في ديسبيسمنت. طب هل يا ميس هنا مفيش ثيتا؟ هو دي بقى انا هتحكم فيها. انا هنا عايزه اخلي الكوزاين ثيتا ايكوال تو كام؟ ايكوال تو زيرو. انهي كيس في الفور تشويسز اللي عندك في الانسرز دول هي اللي ايكوال تو زيرو؟ انهي واحده كده؟ نرجع كده. هل هي مس ان ذا سيم دايركشن، يعني زيرو الثيتا بزيرو؟ لو الثيتا بزيرو تبقى الكوزاين ثيتا بكام؟ زيرو، ب 1 ماكسيموم. طب هل هي دايركتد ان ذا اوبزيت دايركشن؟ هل هو قال لي بنيجاتيف 1؟ لا، ده قال لي بزيرو. طيب يعني هي ماكسيموم برضو بس في الاوبزيت دايركشن. طب هل هي بريبنديكولر؟ اه، هل هي بريبنديكولر؟ ليه؟ لان الكوزاين ال 90 بكام؟ بزيرو. هل هي ايكوال تو زيرو؟ لا، خلاص، لان هو قال ان في فورس اكتنج. خلاص، سهل الكلام ده؟ سهل، تمام. فهمتها يا عمر؟ كويس. ده كده بالنسبه للالجبريك بقى، واحنا بنحل كده بالايه، باللو، بالماثماتيكال ريليشن. طب هو انا مس ممكن احلها جرافيكالي؟ طبعا ممكن احلها جرافيكالي. احلها ازاي بقى؟ بعد ما بحط الجراف، يعني الكلام ده كنا خدناه في السمستر اللي فات برضو. بعد ما بحط كده ريليشن اون ذا جراف اكس اكسس واي اكسس، وببتدي عايزه دلوقتي احسب الورك، لكن بالايه بقى يا تيتشر؟ بالجراف، من غير ما اجيب السلوب، لان هنا فاكر ان انا اجيب السلوب واقول اف اوفر دي، انا كده ما فيش حاجه خالص. انا عايزه اف تايمز دي، خلاص. يعني هي لو كانت اف اوفر 1 اوفر دي، كنت هقول الديمونيتور، الديمونيتور بيطلع فوق في النمريتور، فكده خلاص مفيش مشكله، تمام، تبقى اف تايمز دي فعلا اللي هي الورك. لكن هي هنا السلوب، انا لو فكرت اجيب السلوب يعني تكون ايه، اف اوفر دي. طب هنا يا تيتشر اجيبها ازاي بقى الورك؟ هقول اجين الكلمة دي قلتها قبل كده، احفظوها عني كويس قوي. هنا الورك هيكون the area under the curve again، the area under the curve again، the area under the curve. يعني لو الاريا دي عبارة عن اريا بتاعت rectangle، يبقى length times width again. لو الاريا دي، لو الجراف اللي هو رسمه اللي هو الجزء المستقطع ده اللي هو الداشد لاين ده عبارة عن rectangle، يبقى هيكون الاريا بتاعته اللي هي الفاليو او الماجنتيود اوف ورك هنا هيكون كام؟ لينث تايمز ويدث. يعني هشوف الواي الاكس، الاكس اكسس بقد ايه والواي اكسس بقد ايه، واعمل مالتيبليكيشن. طيب لو كانوا يا ميس الجراف هنا على شكل تراينجل، هعملها ازاي؟ هقول هاف بيس تايمز هايت، عادي. هشوف الاكس اكسس بكام واشوف الواي اكسس بكام واعملهم تايمز ايه؟ تايمز هاف. خلاص كده، خلاص كده، تمام. حل كده بقى مع بعض اول اكزامبل. انا هبتدي احل اول اكزامبل وحد معايا يكمل معايا، اوكي؟ اكزامبل 1 بيقول لي ذا ورك دان باي فورس اف on a body to displace it for a distance d has the largest value. The largest value من غير ما اغير الاف والدي، يبقى هو كده هيغير لي مين؟ هيغير لي الثيتا. يبقى امتى الكوزاين ثيتا تديني الماكسيمم او اللارجست فاليو بتاعت الورك؟ ساعتها انا عايزه الكوزاين ماكسيمم، يبقى الثيتا بكام؟ الثيتا المفروض ان هي بزيرو. دورت انا يا ميس في الانسرز ما لقيتهاش بزيرو، خلاص يبقى انا هبتدي دلوقتي اجرب الفور انسرز اللي معايا دول، اقول كوزاين 30، كوزاين 45، كوزاين 60، كوزاين 90، واشوف مين فيهم اللارجست فاليو، عشان دي اللارجست فاليو في ايه، في ورك دان هتكون مين؟ هتكون ال 30، لان احنا اخدنا بالنا ان انا طول ما انا بتحرك ناحيه ال 90 الكوزاين بتقل، قيمه الكوزاين بتقل يعني، وطول ما انا بتحرك ناحيه الزيرو قيمه الكوزاين ايه، بتزيد. كده فاهمينها؟ لا يا ميس انا مش متاكده من الموضوع ده، جربوها على الكالكوليتر دلوقتي، جربوها، اعملوا كوزاين 30، اعملوا كوزاين 45، اعملوا كوزاين 60 وكوزاين 90، وشوفوا مين اللارجست فاليو. خلاص هتطلع لي مين؟ هتطلع لي ال 30. طيب نشوف كده وات اف ده بيقول لي وات اف يو ار اسكت تو ديترماين ذا ريشيو بتوين ذا ورك دان اون ذا بادي باي a force when an angle between the force and displacement is 30 and when it becomes 60. عادي جدا. طبعا هو كده كده مش هيغير البارامترز اللي هي الفورس، ومش هيغير الديسبليسمنت، هو بس بيغير الانجلز. فهل
هحلها لكم. يعني دلوقتي هكتب W1 over W2 equal to ايه يا ميس؟ if 1 D1 cosine theta if 2 D2 cosine theta D1 و D2. قول يا عمر. نسبة الورك هتزيد؟ هو عايز يعرفها تبقى بكام؟ مش كده كده ال F ما اتغيرتش؟ اه ادي F وادي F وال D ما اتغيرتش؟ اه ادي دي وادي دي. وهنا هنقول cosine 30 وهنا هنقول cosine 60. حلو كده؟ طبعا كل ده كده راح مع كل ده. اتفضل لي ايه cosine 30 over cosine ايه 60؟ لا يا عمر هي هتكون larger than 1 على فكرة، بس يعني خلينا احسبها بالظبط بقى كام. اهي cosine 30 over 60. طلعت 1.7 1.73 يعني اهي equal 1.73. لو حد مش فاهمها يقول لي اعيدها تاني. وانت يا رحمة تمام؟ رحمة يا رحمة رحمة، هو في مشكلة في المايك؟ اه انت فاتحة المايك بس مش واصل لي صوت على فكرة. لا مش سامعاكي يا روحي. لا انا عارفة ان انا شايفاك فاتحة المايك بس الصوت مش واصل. لو في بعد كده عند example 2 يلا بينا. بيقول لي a car of mass 20 kilogram is pulled by a force of كذا that makes an angle 60 with the directional displacement hence the work done by the force to display the car horizontally through 4 meter equals كام؟ اوكي طب اتكلمي كده بقى يا رحمة عشان نشوف كده الصوت ظبط ولا لا. اه انت لسه اوكي فعلي كده المايك. لا يا رحمة برضو لسه في مشكلة. نرجع تاني هجيب القلم. بيقول لي ان الفورس هنا ب50 اهي يا ميس، ومديني ان السيتا ب60، ومدينا انه الدي ب4. يبقى انا كده هقول ان الورك ايكوال اف دي كوزاين 60 ايكوال 50 تايمز 4 تايمز كوزاين 60. مش محتاج كالكوليتر، هتكون ب 20 عذرا 200 تايمز هاف، لان كوزاين 60 بهاف طلعت لي بكام؟ ب 100. سهله الورك ده ميجرد باي جول اهي، حطيت الجول. في حد متلخبط في حاجه او هي صعبه في اي حاجه؟ لا تمام، بس هو ليه مدينا الوقت؟ ليه بيدينا الام؟ يعني عادي ممكن يلخبطني، او هقول لك دلوقتي ممكن يسالني في حاجه مثلا في وات اف عادي، تمام ممكن بعد كده مثلا الاكسلريشن بما ان هو مديني مثلا الفورس ومديني الماس، هات لي انت بقى الاكسلريشن كده، يعني ممكن يطلب اكتر من حاجه. بس انا كده كده يعني انا كده كده وانا بحل انا مش يعني مفيش حاجه بتلخبطني. ليه؟ انا كده كده بخرج كل الداتا، يعني انا كتبت ماشي هنا ام وهنا اف وكذا كذا كذا. بيسالك هو على مين؟ على الورك. فانا بدور على الداتا اللي تفيدني اللي هو ايه؟ هو بيسالني على الورك. الورك عباره عن ايه؟ اف دي كوزاين ثيتا. الاف معايا اه، الدي معايا اه، الكوزاين ثيتا معايا بالظبط كده خلاص، مش محتاجه ادور على حاجه. يعني هو الموضوع كله دايركتلي. لو هو بقى مش مديهاني وقال لي مثلا نوينج ذات مثلا ان الجرافيتي بكذا او نوينج ذات ان الاكسلريشن بكذا، اه هرجع لساعتها للماس. فهمتني يا عمر؟ ايوه جميل جميل. اوكي يلا بينا. مين هيحل اكزامبل 3؟ يلا يا عمر. The opposite figure shows a girl who moved for a displacement of
10 meter in the horizontal direction while carrying a toy of mass 300 grams. Then she raised up the toy for a vertical distance of 30 centimeters to let her father see it. Then the work done by the hands of the girl on the toy before raising it equals. الأول نجمع المعلومات إن اللي هو ال distance عند ال displacement بكم؟ انت بتحل يا عمر؟ تحل في ورقة بره يعني؟ أيوة. طب ماشي، يلا مس تبقى زيرو. برافو. ليه بقى؟ لان هي الانجل دلوقتي بكام؟ بزيرو، ما هي ما رفعتش ايديها، فهي الدايركشن اوف فورس هو الدايركشن اوف ايه؟ اوف ديسبيسمنت. فكوزاين عذرا ب 90، فكوزاين دلوقتي بكام؟ عذرا، هي دلوقتي بيربنديكولر، فالكوزاين 90 بكام؟ بزيرو. يبقى الورك كله بكام؟ بزيرو. برافو. الجزء اللي بعد كده، ذا ورك دان باي ذا هاند اون ذا مش عارف ايه افتر ريزنج ات. هو عايز الورك صح؟ يعني هنعمل فورس مالتبلاي الديسبيسمنت مالتبلاي كوزاين صح؟ جميل جميل. طيب ثواني. بس هي دلوقتي displacement بقى 10 ولا 30؟ excellent، برافو عليك. وخلي بالك ان هي 30 سنتيمتر، يعني احنا محتاجين نعمل conversion times 10 power negative 2، اوعى تنساها. عشان نحولها للمتر يعني. برافو عليك، صح. بس الإجابة تبقى سي. برافو. ليه بقى؟ لأن أنا بعد ما هجيب الفورس اللي هي M تايمز G اللي هي 300 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 عشان أحولها من الجرام للكيلو جرام، وأعمل تايمز 10 G اللي هي بتاعة الجي يعني طلعت ب 3. بعد كده هعمل تايمز قلنا إيه؟ الديسبيسمنت اللي هي 30 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، هعمل تايمز كوزاين الزيرو اللي هي ب1، طلعت بكام؟ ب0.9 جول فعلا. برافو برافو برافو. يلا يا رحمة، هستنى منك الانسر بتاعتك انت على الشات هنا في الزوم. هقرا لك الكويستشن دلوقتي. اكزامبل 4 بيقول a body has moved with a uniform velocity of 5 meter per second on a rough horizontal surface for 10 seconds. So if the frictional force between the body and the surface is 60 newton, the work done to move the body through this time interval equal كام؟
ها قلتي ايه؟ مستنيه الانسر بتاعتك. هي وصلتني. تمام اوكي ماشي يلا بينا. برافو عليكي. عملنا ايه بقى عشان بس ان كده نفهم؟ هو بيقولي هو عايز الورك ده اللي في خلال الانترفال دي. طب هو في خلال الانترفال دي عمل displacement قد ايه؟ هقول displacement هنا اللي هي ال v times t. خلاص كده من خلال يعني اللو اللي بيقول velocity equal displacement over time، فتبقى displacement equal velocity times time. طيب بس يبقى انا كده هقول نعم. اتفضل. طب هو مش المفروض نعمل multiply cosine كمان؟ ايوه هنا بص هقول لك على حاجه. suppose ما قالش اي انجل، سبوز انت ان هي الزيرو الماكسيمم، لان هو وظيفه الانجل ان هي تريديوس شويه من الفاليو بتاعت الايه بتاعت الورك يعني. بس لكن معلش هو ما قالش تاني تاني الصوت كان بيقطع. وانس ان هو ما ذكرش الانجل بكام، سبوز ان هي بزيرو على طول، كان هو ده الايه اسمه ايه مش فاكرة كان اسمه ايه كده في الكمبيوترات والحاجات دي مش فاكرة، واقعة من دماغي. يعني هو ده الطبيعي يعني، طالما هو ما قالش انجل يبقى احنا هنفترضه على طول كده بايه بزيرو يعني. فارجع بس اكمل الاجابة بتاعت زميلتنا. احنا دلوقتي كنا بنقول انه الديسبيسمنت هتكون عبارة عن ايه، عن velocity time 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 is time يعني multiply time. فكده هقول 5 تايمز 10 طلعت بكام؟ ب 50. كان معايا الديسبيسمنت ومعايا الفورس اعرف اجيب الايه الورك، يبقى هقول 50 تايمز 60 طلعت بكام؟ ب 3000 جول. حلو 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 الكلام ده. يلا يا عمور اكزامبل 5. A constant force of 100 newton has acted horizontally on a static body that is placed on a horizontal surface to move it till its velocity becomes 20 meters. After 5 seconds, hence with neglecting the frictional force with the surface, the work done by this force on the body through 5 seconds from the start of the motion equals مس. هو دلوقتي عايز الورك، فهنعمل اف مالتبلاي دي، والديسبيسمنت هنعمل ال في انيشيال جميل. مالتبلاي ال في فاينل. طب ماشي، بس هو انت عايز تجيب، ما تجيب لي الاول كده الاكسلريشن عشان اعرف اجيب منها الديسبيسمنت. يعني خلينا نعمل كده من الفيرست ايكويجن. يعني هنقول انه الاي ايكوال في اف اللي هي تبقى 20 ماينس 0 خلاص، وكده كده بدأ من الريست صح كده. هو قال ستاتيك بادي اهو اوفر 5 طلعت ب 4، دي كده يبقى 2 اي دي ايكوال في اف سكوير ماينس في اي سكوير. يبقى كده الدي لوحدها بتساوي 20 سكوير اللي هي 400، وكده كده ماينس 0 خلاص راح اوفر 2 تايمز 4 ايكوال كده كده طلعت بكام؟ طلعت ب 50 متر. انا كده جبت لك اهو الديسبيسمنت ومديني الفورس اصلا ب 100 نيوتن. كده الجول بكام؟ هاي
تبقى بي. اكسلنت، برافو عليك. ابعد بس على عيني اقول للناس. اوكي اكزامبل 6، يلا يا رحمه. طلعت بإيه؟ بتن حلو كده. اوكي مبدئيا كده احنا من السلوب هنجيب الايه الاكسلريشن، اللي هي عباره عن في اوفر تي. طلعت بكام؟ طلعت ب 5 متر بير سكند سكوير. منها نعرف نجيب الفورس يا ميس، اللي هو ام تايمز ايه، اللي هي طلعت بكام؟ ب 2 تايمز 5، طلعت ب 10 نيوتن. طب كده كده عدله شويه، كده انا جبت الايه الفورس. فاضل لي اجيب الديسبيسمنت، هجيبها منين بقى؟ انا عندي بيقول لي من الفيرست 4 سكندز ثرو فيرست 4 سكندز، يعني حلو كده. يبقى انا هو كان مديني التايم ومديني الفي انيشال، اعرف